احنا النهارده هنتكلم عن السمارت سيتيز والسمارت هومز. كنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاي اي والروبوتكس في الابلكيشنز بتاعت الروبوتكس كونستراكشن في العماره عامه، وبعدين دخلنا شويه على كونستراكشن. قلنا ان احنا النهارده هنتكلم عن الاي اي وال هنتكلم عن الاي اي في السمارت سيتي والسمارت هومز. في البدايه طبعا كل سنة وانتم طيبين بالنسبة للسنة الجديدة 2021، الحمد لله المرة دي سليمة. وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب تكون سنة خير وسعادة ونجاح على كل الناس يا رب، ويا رب دايما تكون كل الناس بأفضل حال وبأفضل سلامة يا رب وبأفضل صحة. نيجي النهاردة بقى، احنا سعيدين ان كنا اول محاضرة للبيم عربية السنة الجديدة مع حضرتك، وعن السمارت سيتي وعن الذكاء الصناعي، دي حاجة يعني سعيدين بيها ان شاء الله. يا رب يخليك حضرتك، انا سعيده جدا 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 وبتشرف فعلا ان انا موجوده مع حضراتكم النهارده، وموجوده فعلا معاكم النهارده في اول السنه الجديده دي، نفسها بدايه تانية مختلفه معايا انا في السنه الجديده. شكرا جدا ليكم والله، شكرا جدا لكلامكم جدا والله. هنتكلم بقى، نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان انا عندي بتكلم عن السمارت سيتي، بتكلم عن هتكلم في البدايه عن السمارت سيتي، وبعدين هبدا ان انا ادخل من السمارت سيتي على السمارت هوم. طيب، والابلكيشنز طبعا بتاعت السمارت هوم تقدر انها تتطبق على السمارت بيلدينج، بس انا هتكلم عن السمارت سيتي وبعديها هتكلم عن السمارت هومز. طيب، اول حاجه مراحل تطور التكنولوجيا عامه، لما نيجي نتكلم بشكل عام مراحل تطور التكنولوجيا كانت ماشيه ازاي. لما نيجي نبدا باي تكنولوجيا ونيجي نشوفها، هنشوف ان التكنولوجيا دي بدات في البدايه بان هم بداوا يخترعوا حاجه، زي مثلا نفترض نطبقها على الموبايلات. في الموبايل اول ما بداوا ان هم يخترعوه او بداوا ان هم يعملوه، فالموبايل كان في البدايه تقنيه، وبعدين بعد كده التقنيه دي بدا يحصل ان سعرها بقى كان غالي قوي، وكانت مش متوفره، مش متاحه كتير. فبداوا ان هم مع كل يوم بدا ان يحصل في تطور في الامكانيات وتطور في السرعه. فبعد كده بعد ما حصل في التكنولوجيا، بعد ما بدات ان هي تتطور كده، بدا يحصل في عمليه توزيع. هي كانت الاول نادره، وبعدين بعد كده بدا يحصل عمليه توزيع. بعد ما يعني هي كانت في البدايه التكنولوجيا بدات ان هي كانت نادره، وجودها نادر، وبعدين بعد كده بدا يحصل عمليه انتشار شويه للتكنولوجيا، عمليه ان هي بدات ان هي تسيطر على الصناعات الموجوده الثانيه، فبدات ان هي تلغي الصناعات الثانيه. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الموبايل والكاسيت مثلا، او الموبايل والفيديو، الكاميرا فيديو. فبدا يحصل ان بقى ما عادش في كاميرا فيديو متاحه، يعني ما عادش في الكاميرات القديمه ما عادتش موجوده، لان طبيعي جدا بقى الابلكيشن بتاع الموبايل بقى عليه ابلكيشنز كاميرا، بقى عليه ابلكيشنز فيديو. فبدأ يحصل ان في صناعات بتختفي وصناعات تانية وبتعتمد على نفس الصناعة اللي انا ببدأ ان انا اطورها. ده بالنسبة للتكنولوجيا بقى في المراحل بتاعتها. في المرحلة اللي بعدها بقى بيبدأ في ازالة الطابع المادي، ان كل حاجة بتبقى applications. applications يعني ازاي؟ يعني زي ما احنا سائلين دلوقتي ان كل في حاجات بتبدأ ان هي تتلغي وتتحول بعد كده عندي applications على الموبايل. بعد ما بعمل applications بيبدأ في حاجة عندي اللي هي ما عادش في حاجة اسمها ندرة المادة، ما عادش في حاجة اسمها ندرة التكنولوجيا نفسها. بقت التكنولوجيا بتبدأ ان هي ترخص، وبتبدأ ان هي تتوزع على مجالات تانية، يعني على الناس بحالها. بقت في كمية اكبر من الناس بدأت ان هي يبقى معاها التكنولوجيا، لغاية لما نوصل في الاخر ان التكنولوجيا ديت بقت حاجة شائعة مع الناس بحالها، حاجة مفروضة على الناس بحالها، المفروض انها هتبقى معاهم كلهم. زي مثلا الموبايل دلوقتي ما عادش في حد معهوش موبايل. الموبايل مثلا عليه ابلكيشن زي كاميرا، ما عادش في حد دلوقتي اسمه ما بيصورش. كان الاول اللي معاه بس كاميرا فوتوغراف هو اللي بيبدأ ان هو يصور الاحداث بتاعته او يصور اي حاجة هو عايزها. انما دلوقتي لا، بدأ يبقى الموبايل عليه ابلكيشن كاميرا، بدأت الكاميرا ان هي تصور كل حاجة، كل الاحداث اللي انا عايزها. فبدا يبقى في ديموكراتيزيشن ديت، اللي هي معناها ان كل حاجه بقت شائعه مع الناس بحالها، يعني التكنولوجيا بقت شائعه مع الناس بحالها واستخدامها بقى موجود مع الناس بحالها. بعد كده
يعني احنا لما نيجي نتكلم عن لما نيجي نطبق الكلام ده عندنا في السمارت هومز وفي السمارت سيتيز، هنلاقي ان في دلوقتي مدن قليله هي اللي معاها اللي مطبقه التكنولوجيا ديت، بس بعد كده ده لانها لسه في البدايه، لسه في مراحل التطور في البدايه، بس بعد كده التكنولوجيا دي هتبقى سائده على المدن بحالها، وهيبداوا ان هم يطبقوها على المدن بحالها. طيب السمارت سيتي ده عباره عن ايه؟ يعني ايه سمارت سيتي؟ السمارت سيتي ده عباره عن منطقه حضريه بس بتستخدم امكانيات مختلفه، امكانيات في بعض امكانيات مختلفه اللي بتستخدمها، زي ايه؟ زي الانترنت اوف ثينجز اللي هو انترنت الاشياء، ده لسه نعرفه هو ايه كمان شويه، زي الانترنت ان انا اربط الحاجات ببعضها بالانترنت، ان السنسورز ان انا يبقى عندي سنسورز حساسات في اماكن معينه، ان انا اقدر ان انا استشعر حركه عربيات، حركه اشخاص، طقس، مش عارف ايه كلام من ده كتير، أجهزة مختلفة من الإلكترونيك ديفايسز مختلفة، من الإلكترونيك ديفايسز مختلفة، يعني يبقى معايا مثلا موبايلات سمارت، ويبقى معايا مثلا ألواح طاقة شمسية، حاجات كده كتير، أجهزة كتير، إن هي تبدأ إن هي تظبط تكيف معايا الوضع. طب الكلام ده أنا بستخدم الحاجات ديت ليه؟ أنا بستخدم الحاجات ديت علشان خاطر أجمع البيانات من المستخدمين اللي هم الديفايسز، عشان خاطر أبدأ إن أنا أجمع البيانات من الديفايسز، وأبدأ إن الأجهزة اللي أنا بحطها في المدينة بتاعتي ومن الأشخاص المستخدمين للأجهزة ديت. أنا بستخدم الحاجات دي اللي هو الإنترنت والسنسورز عشان خاطر أجمع البيانات من الأشخاص المستخدمين، علشان خاطر أستخدمها في تحسين كفاءة المنشآت والموارد اللي عندي، يعني إن أنا أستخدمها في تحسين كفاءة المدارس، في تحسين جودة التعليم في المدارس، أو أستخدمها في المدارس، إن أنا أستخدمها في الـ waste management، إدارة النفايات، إن أنا أستخدمها في الطاقة، في ترشيد استهلاك الطاقة، في إن أنا أستخدمها في الحد من الجريمة، ان انا استخدمها في المرور ومنع التكدس بتاع المرور. ففي اكتر من حاجة ان انا اقدر استخدمها فيها. نيجي نتكلم عن الـ aspects of smart cities اللي هي الجوانب المدينة الذكية. انا بجمع معلومات، بعمل collect للداتا، بجمع المعلومات، وبعدين بيحصل فيه كوميونيكيت، تواصل ما بين المعلومات والمنظمات او المعلومات واي حاجه تانية، وبعدين بعمل كومبيوت، بعمل حساباتي الحاجه اللي حصلت دي، وببدا ان انا اعمل اكشنز واخد كنترول على اللي بيحصل. يعني ايه؟ يعني ونفترض مثلا ان انا عندي حادثه في طريق، ونفترض مثلا ان انا عندي حادثه حصلت في طريق معين، الطريق ده عليه كثافه مروريه عاليه، فانا ايه اللي هيحصل معايا؟ اللي هيحصل معايا ان انا هيبقى عندي ديفايسز موجوده مثلا في عمليه الاناره، تبدا ان هي ترصد معايا اللي حصل ده، الحادثه اللي حصلت دي، وتبدا ان هي تجمع عنها معلومات. طيب انا لقيت ان الحادثه دي هتاخد وقت طويل، فابدا ان انا اجمع المعلومات ديت، وان في مثلا ناس كتير موجوده على الطريق، والحادثه دي معطله الطريق، فابدا ان انا اجمع المعلومات، ابعتها، اعمل تواصل ما بين المعلومات والهيئات التانية اللي هتبدأ ان هي تساعدني في حل المشكلة ديت. وبعدين في الهيئات التانية ابدأ ان انا اخد حساباتي، اتخذ الحسابات بتاعتي، يعني اعرف الحادثة دي محتاجة تدخل اسعاف او تدخل مطافي او طوارئ، عامة محتاجة ان انا انقل الكثافة المرورية دي من الطريق ده، لان خلاص الطريق ده كان مقفول، انقله او اديه على طريق تاني، محتاجة اني اعمل يعني اعمل كنترول بقى على الحادثه ديت، وابدا ان انا اروح واتخذ الاجراءات. بعد كده ابدا بقى ان انا اخد الكنترول، اعمل كنترول على اللي بيحصل، واخد الاكشنز بقى فعلا، الاجراءات الفعليه. ماشي. احنا ليه محتاجين السمارت سيتيز؟ احنا محتاجين السمارت سيتيز لاسباب كتير. اول حاجه، لما نيجي نبص على الورلد بوبيليشن، الكثافه بتاعت السكان، هنلاقي ان الكثافه بتاعت السكان بتزيد باستمرار، في زياده مستمره في كثافه السكان. هنلاقي ان انا مع كل سنه، في دراسه اتعملت نتيجه الدراسه بيقولوا ان كل سنه هيحصل اضافه لمدينه زي نيويورك سيتي في الكثافه بتاعتها للارض، للمدن بتاعتي، يعني كثافه
اشخاص زي الاشخاص الموجودين في نيويورك سيتي هتبدا ان هي تضاف معايا كل سنه في الارض بتاعتي، في استخدام الارض، في استهلاكها، في كل الكلام ده. طيب ده بالنسبه للworld population. عندي الurban population قال لي ان احنا في الurban population قال ان احنا في زياده مستمره في عدد الاشخاص اللي بيبداوا ان هم يستخدموا معايا المساحات بتاعتي او الارض بتاعتي. انا الارض بتاعتي المفروض المستغله من مساحه الارض بتاعت الكره الارضيه، يعني المدن مساحتها من مساحه الكره الارض الموجوده في الكره الارضيه بحالها او الارض الموجوده في القارات مساحه قليله. فبالنسبه للسكان اللي هم اللي بيشغلوا المساحات الحضريه بداوا ان هم عددهم يزيد، هيوصل لنص، هو دلوقتي نص سكان العالم تقريبا عايشين في المساحات الحضريه، هيوصل لتلتين سكان العالم تقريبا هيبقوا عايشين في المساحات الحضريه في 2050. طيب الزياده السكانيه دي مش زياده كده والسلام، لا انا عايزه الزياده السكانيه دي هتطلب عندي خدمات، هيبقى في عندي حاجات انا لازم اقدمها للناس دي عشان يعيشوا حياه كريمه، عشان يعيشوا حياه مستواها عالي، عشان يبقوا قادرين ان هم ده مستوى الحياه الطبيعي المطلوب الاعدامي. فالكلام ده هيسبب عندي ان انا في مرافق، في خدمات، في طاقه هستهلكها اكتر، في ميه هستهلكها اكتر، في الموارد بتاعتي هتستنفذ اكتر. فانا لازم في الحاله دي لازم ابص ان انا اقدر ان انا البي احتياجات السكان دي بس بطريقه sustainability، يعني طريقه مستدامه، يعني ما استهلكش المواد الاحفوريه اللي هي البترول بتاعي، ما ابداش ان انا استهلك البترول واخلصه علشان خاطر اسيب للاجيال القادمه قادر يقدروا ان هم يستخدموه، لا انا عايز ان انا ابدا ان انا استغل طاقه متجدده، يعني استغل طاقه الرياح او استغل المياه في نهايه تعملي برضو تربينات مياه تولدي لي كهرباء من مياه، ابدا ان انا استغل الموارد عندي المتجدده، ابدا ان انا اقلل من استهلاك الموارد الغير متجدده. عندي اللايف سبلاي نتيجة لزيادة الكثافة السكانية، فالأرض مش عندي سماع، ممكن بس الصوت المايك اتقفل. معلش انا مش عارفة ايه اللي قفله، بس هو دلوقتي تمام صح؟ تمام كده، تمام شكرا لحضرتك. دلوقتي عندي الكثافه السكانيه لما بتزيد يبدا عندي ان مساحه الارض الفاضيه بتقل، المياه العذبه اللي انا ببدا ان انا استخدمها بتبدا ان هي تقل، الطاقه اللي انا بستخدمها بتبدا ان هي المخزون بتاعها يقل، فانا محتاج ان انا الاقي مصادر جديده، زي ان انا يبقى عندي، انا محتاج في المفروض في 2050 ان انا محتاج ووتر زياده في معدل المياه في المخزون بتاع المياه اللي عندي 55%، والطعام 60%، والانرجي 80%، ان انا عايزه معدل زياده في المصادر اللي عندي والامكانيات اللي عندي. عشان اقدر ان انا اعمل الكلام ده لازم ان انا اخد بالي من الموارد بتاعتي وابدا ان انا ادور على موارد جديده زي ما قلنا. طيب الجلوباليزيشن، انا محتاج السمارت سيتي عشان الجلوباليزيشن ليه؟ عشان خاطر المدينه بتاعتي ما تبقاش مدينه بس لوحدها، لا انا عايز المدينه بتاعتي مثلا مدينه دبي وهي سمارت سيتي فمنغلقه على نفسها او ما فيش سمارت سيتيز ثانيه قادره ان هي تتفاعل معها، لا احنا عايزين تبقى المدن الذكيه كلها منتشره حوالين العالم وتبقى كلها قادره ان هي تتفاعل مع بعض وكلها قادره ان هي تعمل شير للداتا مع بعض. الكلايمت تشينج المفروض ان انا عندي التغير المناخ والاحتباس الحراري، انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، المباني بتعمل اكبر انبعاث من ثاني اكسيد الكربون بنسبه تقريبا 70% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بسبب المباني، فاحنا او بسبب استخدام الناس في المباني دي، فاحنا عايزين ان احنا نقلل استخدام المباني ده. فهنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نساعد الناس ان هي ترشد استهلاك الكهرباء، نبدا ان احنا نساعد الناس ان هم يعتمدوا على طاقه جديده نظيفه زي مثلا الواح طاقه شمسيه ياخدوا الطاقه بتاعتهم من الشمس، نبدا ان احنا نتحكم في المصادر بتاعتنا بحيث ان احنا نقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون،
نقلل من نقلل من الاحتباس الحراري ونتحكم في نبدا ان احنا نتحكم في الجو بتاعنا نتحكم فيه ونظبطه ونعدله زي ما كان موجود. وانا نفتكر مثلا من 15 سنه تقريبا او من 10 سنين يعني حاجه قريبه جدا كان الجو بتاعنا معتدل. لما نيجي نبص دلوقتي على المناخ بتاعنا والجو بتاعنا هنلاقي ان في اختلاف كبير جدا في الجو. الشتاء بقى بيشتي في اوقات غريبه من السنه, الحر بقى درجه حرارات صعبه وغريبه. فده كله نتيجه لايه؟ ده كله نتيجه لزياده ثاني اكسيد الكربون ونتيجه الاحتباس الحراري. فاحنا محتاجين ان احنا نتحكم في الكلام ده. طيب احنا كمان محتاجين سمارت سيتي علشان خاطر الويست مانجمنت, لازم نتحكم في الويست بتاعنا. تخيلوا كده لو احنا عندنا ان كل الناس اللي موجوده على الارض هم الويست بتاعهم النفايات بتاعتهم بيبداوا ان هم يجمعوها في مكان واحد بس ما بيستغلوهاش ما بيعملوهاش يعني ما بيتصرفوش فيها او ما بيعملوهاش اعاده تدوير. فلما نيجي نبص كده كمان مثلا سنه سنتين ثلاثه حاجه مش كتيره هنلاقي نفسنا ان احنا بقى عندنا ويست كبير جدا من النفايات وهيبقى عندنا مساحات كبيره جدا مستغله مجرد ان هي بس اماكن نفايات ويست بس. فاحنا محتاجين ان احنا نستغل الويست دي ونعمل لها مانجمنت او اداره بحيث ان احنا نقدر ان احنا نستفاد منها ونقدر ان احنا نستغلها في صناعات وفي حاجات تانية كتير. زي مثلا لما جينا مثلا نتكلم المره اللي فاتت عن البرينتنج 3D برينتنج بيلدينج, فاتكلمنا عن 3D برينتنج ان هو بيستغل النفايات او الويست بتاع المباني القديمه المتهالكه اللي خلاص اتهدت بيبدا ان هو يعمل يعالجها ويبدا ان هو يعمل بيها 3D برينت جديد المبنى جديد. طيب انا محتاج كمان السمارت سيتي علشان اقلل reducing negative effects التأثيرات السلبية بتاعت كل حاجة حواليا بتاعت تصرفات بشر أو بتاعت سوء استخدام أو بتاعت أي حاجة. فبالتالي أنا أحسن اللايف بتاعتي أحسن جودة الحياة بتاعتي أعمل improve اللايف بتاعتي وبعدين هسهل التواصل ما بين الأشخاص هسهل التواصل ما بين الأفراد بتوع المجتمع هسهل التواصل ما بين العاملين ما بين المنظمات ما بين المؤسسات ما بين الماشينز نفسها الموجودة معايا. هعمل هعمل سيف في الانرجي بقدر كبير جدا بقدر عالي لان انا لما ابدا ان انا انبه المستخدم كل شويه خد بالك انت مشغل الاضاءه بتاعتك والنهار طالع فيبدا ان هو يطفي الاناره بتاعته يعتمد على الاناره الطبيعيه فيبدا ان يحصل استرشاد للطاقه. لما ابدا ان انا استخدم مصادر تانية علشان خاطر ابدا ان انا استخدم الطاقه بتاعتي او اخدها معايا يعني اجهزه تانية ابدا ان انا اولد بيها طاقه زي مثلا ان انا استخدم واجهات المباني في ان انا اولد بيها طاقه استخدم حركه اشخاص استخدم وليكن ايه اللي هيحصل بس انا ابدا ان انا استخدم المصادر او الامكانيات اللي عندي ان انا اولد بيها طاقه. وبالتالي انا هعمل سيف كبير جدا في الماني بتاعي او هعمل سيف كبير في النقود بتاعتي والاموال بتاعتي. نيجي بقى نتكلم بعد كده عن الأهداف والتحديات اللي بتواجه معايا لسمارت سيتي. الأهداف والتحديات اللي بتواجه معايا لسمارت سيتي أنا عندي في أهداف أنا عايزاها علشان خاطر أعمل أحققها. يعني أنا عايزة أروح للسمارت سيتي عشان أحقق أهداف عندي أهداف معينة عايزة أحققها. فالأهداف ديت مثلا زي إيه؟ الإيكونوميك جروث النمو الاقتصادي إن يبقى في عندي الشركات تبدأ ان هي تستثمر بقدر كبير فيبدأ ان يبقى عندي استهلاك الناس بتبدأ ان هي تستهلك المنتجات او تبدأ ان هي تتفرج على الاعلانات بتاعت المنتجات فتبدأ ان هي تشتريها فيحصل نمو اقتصادي. الكواليتي اوف لايف عندي جودة الحياة ان انا ابدأ ان انا احسن المعيشة بتاعت الانسان فتبدأ ان حياته تبقى اسهل وتبدأ ان حياته جودتها اعلى. الإيكولوجيكال فوتبرنت سستينابيلتي ان انا احقق الاستدامه ما يبقاش المبنى بتاعي بيعمل انبعاثات كبيره ثاني اكسيد الكربون او ما يبقاش ضرر كبير بالبيئه يبقى المبنى بتاعي مستدام صديق للبيئه. بس انا في عندي تحديات ببدا ان انا اواجه عشان خاطر عشان استخدم السمارت سيتي او ان انا ادخل في السمارت سيتي في عندي تحديات انا بواجهها. عندي مثلا سوق العمل
الكنترول ترانزيشن اوف ذا لابر ماركت ديو تو اوتوميشن، ان انا عندي سوق العمل هيبدا يحصل فيه تغيرات بسبب ان انا هدخل الاوتوميشن، هدخل روبوتس، هدخل ماشينز، هدخل اي حاجه معايا في الـ في الـ في الصناعه بتاعتي، فيبدا يحصل فيه اختلاف في الوظائف، هيبدا يحصل ان في وظائف هتتشال ووظائف تانية هتبتكر تبقى جديده، فيبقى عندي فيه اختلاف في سوق العمل. وتاني حاجه عندي ان انا يبقى ان انا عندي في مواهب وقدرات، انا محتاج ان انا استغل المواهب والقدرات دي، بدل ما هي مثلا في ناس كتير عندها مواهب عندها افكار كتير بس الناس دي مش معروفه او مش مستغل الافكار بتاعتها، فابدا ان انا استغل الافكار بتاعت الناس دي من خلال التواصل، صوره التواصل ما بين الاشخاص او صوره التواصل ما بين الافراد، زي مثلا السوشيال ميديا والكلام ده كله، ان الناس تبدا ان هي تتواصل مع بعضها وتعرض افكارها، فيبدا يحصل ان في ان انا ببدا ان انا استغل الافكار الموجوده قدامي. السوشيال كوهيجن اللي هو التماسك الاجتماعي والتضامن، المفروض ده من التحديات اللي انا عايزاها تبقى موجوده عندي. في دايما فكره عن ان السمارت سيتي لما تبقى موجوده ان هيبقى في تباعد اجتماعي ما بين الناس، الناس مش هتبدا ان هي تشوف بعضها، وهيبقى كله وشه في اجهزه، هيبقى كله وشه في شاشات الموبايل زي مثلا موجود دلوقتي، فمش هيبقى فيه تواصل اجتماعي. فاحنا هنبدا ان احنا ده حاجه من التحديات، ان انا عايز يبقى عندي سمارت سيتي بس في نفس الوقت الناس عايشه حياتها طبيعيه جدا في تواصل اجتماعي. السكيورتي والانفايرمنت برايفسي، ان انا في ناس برضو عندها فكره ان انا لما هستخدم الحاجه دي هتخترق خصوصيتي، فاحنا نبدا ان احنا ازاي نحقق لهم الامان، وازاي ان احنا نوفر لهم نقول لهم لا الكلام ده بيجمع الداتا، الداتا دي محميه، الداتا دي ليك فخاصه بيك انت بس، مفيش حد هيقدر ان هو يطلع عليها، فاحنا ازاي نبدا ان احنا نحقق الامان والخصوصيه في التطبيق اللي احنا نستخدمه، في التطبيقات اللي احنا نستخدمها في السمارت سيتي. تالت حاجه الريزيلينس، المرونه، ازاي ان انا اخلي التطبيقات بتاعتي بتاعت السمارت سيتي تبقى مرنة معايا، يعني استخداماتها كتير، تطبيقاتها كتير. طيب البنفيتس من السمارت سيتي، انا هحقق ايه من السمارت سيتي؟ انا لما هعمل السمارت سيتي علشان خاطر الاهداف دي والتحديات دي، انا هبدا ان انا احقق ايه او هستفاد ايه من السمارت سيتي؟ هحقق ايه؟ هحقق ان زي ما قلنا في جودة الحياة هتزيد، العمل الوركابيليتي مجالات العمل هتبقى زيادة، هتبدا يبقى في مجالات اكتر ومجالات تبدا ان هي تظهر جديده، هيبقى عندي sustainability، الاستدامه، في ان انا هستخدم بقى الموارد الجديده، مصادر الطاقه الجديده هبدا ان انا استخدمها في ان انا اعمل طاقه عندي متجدده، وهبدا يبقى في sustainability، استدامه عندي، يبقى معدل استهلاك المياه هيقل عندي بنسبه مثلا 50%، حفظ الطاقة هيبدأ ان هو يزيد عندي بنسبة مثلا 30%، المعدل الجريمة نفسه هيقل، والترافيك الازدحام المروري اللي بيضيع تقريبا نص حياة الانسان ان هو قاعد في زحمة مواصلات دي هتقل هي كمان. فانا هبدأ عندي ان انا هبدأ ان انا يبقى عندي في موارد اكتر معايا بايدي بامكان ان انا استغلها، هبقى عندي وقت اكتر ان انا اقدر ان انا استغله واعمل فيه انجز فيه حاجات تانية. طيب الـ using technology في الـ smart city، التكنولوجيا المستخدمة في الـ smart city، احنا قلنا في البداية الـ internet of things، لسه هنجي نشوفه برضه هو عبارة عن ايه الـ internet of things. عندنا كمان من التكنولوجيا برضه المستخدمة الـ social robotics اللي هي الروبوتات الاجتماعية، ازاي انا بستخدم، ازاي الروبوت الاجتماعي ده بيبقى موجود، يعني الروبوت ده بيبقى بستغله معايا ازاي في الـ smart city. الروبوت ده ممكن مثلا يبقى ضابط شرطة، ممكن يبقى ديليفري بيوصل لي طلبات، ممكن يبقى عامل نظافه، ممكن يبقى حاجات كتير جدا. يعني روبوت زي ما قلنا المره اللي فاتت استخدامه مش حاجه واحده بس، روبوت لي اقدر ان انا اوظفه في استخدامات كتير. الجيميفيكيشن، ان انا استخدم اسلوب الالعاب او ان انا لما اجي اصمم لعبه اصممها بطريقه ان انا اخلي فيها قيم معينه او مبادئ معينه، انا عايز اغير سلوك الناس دي للقيم والمبادئ دي، فده جيميفيكيشن، ان انا ابدا ان انا استغل الالعاب او اسلوب الالعاب او طريقه الالعاب في ان انا ابدا ان انا احسن سلوك الناس في حاجه معينه انا عايزها تتحسن. مثلا ونفترض الاجتماعيه او مساعده الغير،
ونفترض مثلا في استهلاك الطاقه او في مثلا جيمز عن السيتيز، ان انا ازاي ان انا ابدا ان انا اخطط سيتي، ففي جيمفيكيشن يعني الاساليب الجيمز ان انا ببدا ان انا استخدمها ازاي. الشيرنج ايكونومي ان يبقى الاقتصاد بتاعي مش مجرد بس انا بعلن عن حاجه معينه، انا ببدا ان انا اعلن عن في شيرنج ايكونومي ان انا ببدا الشركات ان هي تبدا ان هي تتعاون مع بعض، يبدا ان الاعلانات او المنتجات بتاعه الاشخاص اللي هم اللي انا بعمل لهم انتاجات او منتجات، ببدا ان انا اعمل شير للاقتصاد بتاعي للمنتجات بتاعتي مثلا في السوشيال ميديا، في اي حاجه اي وسيله تقدر ان هي تبقى شائعه ما بين الناس بحالها، بحيث ان هم المنتج يوصل اعلان يوصل للناس بحالها. السوشيال ميديا والديجيتال بلاتفورمز زي ما احنا عارفين دلوقتي في السوشيال ميديا عامل ازاي، التواصل ما بين الناس في السوشيال ميديا والوظائف والمنتجات، البيج داتا ان انا يبقى عندي معلومات كتير، ابدا ان انا اجمع من السيتي معلومات كتير بحيث ان انا ابدا اشوف لو انا عندي اي مشكله ابدا ان انا اتصرف فيها ازاي، يبقى عندي حلول كتيرة امكانيات كتيرة ان انا اقدر اتصرف فيها. الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، ابدا ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي ان مش الماشين بس ان انا هديها ان انا هديها اوامر ان هي تنفذها، لا الماشين هتبدا ان هي تفكر في الداتا اللي هي جمعتها والمعلومات اللي هي جمعتها عن حلول جديده، وتبدا ان هي تتصرف من نفسها. الكلاود ان في الكلاود ان انا ابدا ان انا يبقى الداتا بتاعتي اللي انا بستخدمها او الداتا اللي الماشينز بتجمعها عني كلها تبقى على كلاود واحده، فيبدا يبقى في سهوله في التواصل سهوله في الاستخدام، او مثلا لو انا عايز اعمل اي حاجه الداتا بتاعتي على في مكان معين وانا مش في المكان ده وعايز ان انا اوصل للداتا دي، فاقدر ان انا اوصلها من الكلاود بتاعتي، كل حاجه مربوطه ببعضها بالكلاود. الدرونز اللي هي الطيارات بدون طيار، فالدرونز دي بستخدمها استخدامات كتيره، بستخدمها مثلا في ممكن يستخدمها ديليفري كديليفري، في درونز يقدر ان هو يستخدمها ك مساعده للشرطه، بحيث ان انا مش هعرض الاشخاص بتوعي او الشرطه بتاعتي ان هي تروح مكان خطر، فانا لا انا هبعت درونز الاول ان هي تشوف المكان ده عامل ازاي او ايه الخطر اللي موجود فيه وابدا ان انا انبه. في نفس الوقت كمان الحد من الجريمه، ان انا يبقى عندي درونز مثلا في مكان معين شافت حاجه بتحصل فيبدا ان هي تدي انذارات ان في هنا جريمه محتمله ان هي تحصل. بستخدم كمان التكنولوجي بتاعت renewable energy الطاقة المتجددة، ان انا ما بقاش بعتمد على الطاقة الغير المتجددة، انا بعتمد على الطاقة المتجددة بتاعتي 3D printing لما شفناها المرة اللي فاتت. 3D printing ببدأ ازاي ان انا استخدمها عندي طباعة منتجات او طباعة مباني او طباعة اي حاجة انا عايزاها هي مش موجودة او صعب تنفيذها، فابدأ ان انا اعملها 3D printing. الكراود سورسنج اللي هو ان يبقى عندي فيه مصادر جماعية، او ان انا استخدم التجمع بتاع الناس بحيث ان انا اطلع افكار جديدة او اعمل حلول، اشوف حلول لمنتج جديد، زي مثلا لما اعرض مشكلة على السوشيال ميديا لحاجة معينة في السيتي بتاعتي وابدأ ان انا اشوف ناس تبتكر حلول ليها وافكار جديدة ليها. البلوك تشين ان التعاملات بتاعتي كلها ما يبقاش في حد مطلع عليها، تبقى ماشينز بس هي اللي بتنجز المعلومات بتاعتي. ازاي ان انا بستخدم الموبايل بتاعي في السمارت سيتي في التواصل مع الاجهزة بتاعتي كلها. الكو كرييشن اللي هو نفس مفهوم قريب من مفهوم الكراود سورسنج، ان انا يبقى عندي كو كرييشن، يعني ببدأ ان انا اجمع ناس برضو في مكان معين او بطريقه معينه وابدا ان انا استخدم افكارهم وابداعاتهم ان انا اوظفها معايا في المدينه بتاعتي ازاي. كان ده كله من التكنولوجي اللي انا اقدر ان انا استخدمها في السمارت سيتيز معايا. هنا بقى الاي او تي. الاي او تي ده عباره عن ايه؟ الاي او تي ده عباره عن ان انا ببدا اربط كل حاجة موجودة معايا في المدينة، ببدأ ان انا اربطها ببعض اذا كان بمعلومات من خلال المعلومات، ابدأ ان انا اربطها من خلال الانترنت. هو IoT اختصار لانترنت اوف ثينجز. انترنت اوف ثينجز يعني كل حاجة موجودة عندي ببدأ ان انا اربطها مع بعضها بالانترنت بشبكة واحدة، يعني يبدأ يبقى عندي الماشينز بتاعتي كلها
مربوطة مع بعض. فلو الماشين ده حصل معاها مشكلة او حصل قدامها مشكلة وهي عايزة تتصرف وعايزة مساعدة ماشين تانية، فتبدأ ان هي تاخد مساعدة ماشين تانية او تبدأ ماشين تانية ان هي تتفاعل معاها ويبدأوا ان هما يحلوا المشكلة. عندي مثلا بستخدم فيها سنسورز كتير قوي في الـ IoT سنسورز، لان انا ازاي ابدأ ان انا اعرف المشكلة دي موجودة عندي فعلا من خلال السنسورز الموجودة عندي. انا السنسورز دي المستشعرات اللي بتبدأ ان هي تعرف ايه الحاجة ديت، الحاجة اللي حصلت دي اذا كان جيدة او سيئة، الحاجة اللي حصلت دي اذا كان ليها هقدر ان انا اشوف لها حلول او مش هقدر ان انا اشوف لها حلول، تبدأ ان هي تجمع معلومات عن الحاجة اللي قدامي. فانا مثلا ممكن استخدم السنسور في الاير في الجو ان هو يشوف لي مدى تلوث الهواء، لو في مثلا مكان معين مصنع مثلا، فانا عايز اشوف هعمل سنسور اير عشان خاطر يشوف التلوث الموجود في الهواء، لو في حصل انبعاث غاز سام مثلا او حاجه زي كده، فابدا ان انا ادي انذار وابدا ان انا اخلي المكان عشان خاطر الاشخاص اللي في المكان ما يتاذوش. استخدم مثلا سنسورز مع الاسلت ان انا مع الرياضيين ان انا مثلا اقيس ضربات قلبهم، اقيس ما اللي هو التنفس بتاعهم، سرعة التنفس بتاعهم، بحيث ان انا يبقى عندي دايما بيانات عنهم ان هو لو حصل له اي مشكلة وهو بيلعب رياضة فابدأ ان انا اتدخل على طول فورا، او لو هو اتخبط مثلا فابدأ ان انا اتدخل على طول وعالجه. البيلدينجز بالنسبة للبيلدينجز في المباني، فطبعا في سنسورز كتيرة ممكن استخدمها، بس مثلا ممكن استخدم سنسور علشان خاطر يشوف لي الضرر اللي موجود في المبنى، يبدا ان هو لو المبنى ده قرب ان هو ينهار فيبدا ان هو يقول لي انت عندك دلوقتي اضرار كذا وكذا وكذا في المبنى، في حاجات اقدر ان انا نقدر ان احنا نعالجها وفي حاجات مش هنقدر ان احنا نعالجها، فالمبنى نقدر ان احنا نقعد فيه او ما نقدرش نقعد فيه محتاجين ان احنا نخليه. الديستريبيوشن سنسور مثلا للديستريبيوشن التوزيع، نيجي نشوفه مثلا لو انا في ديستريبيوشن مثلا منتج معين انا ببدا ان انا اوزعه، فابدا اشوف السنسور ده يبدا يشوف المنتج ده هيوصل للشخص مين امتى وفين المكان والوقت بالظبط. عندي مثلا سنسور بتاع انرجي يوزج استهلاك الطاقه، ان انا مثلا في بيت هبدا ان انا احط سنسور للاضاءه، فلو لو انا رجعت من الشغل يبدا ان هو يقيد النور، لو انا خلاص خارجه من البيت يبدا ان هو يطفي النور فيبدا ان هو يتحكم في الاضاءه والانرجي الموجوده في المكان. الجرين هاوسز اللي هي الصوبة الزراعيه، ازاي ان الجرين هاوس ابدا ان انا احط سنسورز ان هي تشوف الهيوميديتي الرطوبه، تشوف الهواء، تبدا ان هي تقيس معدلات معينه بحيث ان انا المنتجات الزراعيه اللي عندي تقدر ان هي تطلع بجودة عالية. الجون شوتس بستخدم سنسورز عشان خاطر الجون شوتس طلقات النار، ان هو لما السنسور يسمع طلقة نار فيبدأ ان هو من صوتها يبدأ ان هو يحدد مكانها ويبدأ ان هو يبلغ ان في هنا ان في طلق نار حصل، فيبدأ في جريمة محتملة او جريمة حصلت فيبدأ يحصل ان الشرطة تروح عليها. الهازاردس جازس ان لو انا عندي انبعاثات غاز سامة في مكان فابدأ ان انا انبه الموجودين في المكان. بالنسبة في عندي كمان سنسورز للهيلث الصحة، نفس برضو فكرة الاسلتس، بس دي بتستخدم مثلا مع كبار السن، ان لو هو حد كبير في السن وقاعد في مكان لوحده فيبدأ يبقى فيه سنسورز عشان خاطر تقيس كل حاجة في صحته، فتبدأ تشوف هو صحته كويسة، ايه الاخطار المحتملة ان هي تحصل فتبدأ ان هي تبلغ عنه او تبلغ عنه الاقرب مثلا مركز صحي او اقرب نقطة تقدر ان هي تساعده. السنسور للماشينز مثلا ان هي تبدأ تشوف الماشين دي مدى معدل سرعتها او معدل حركتها استهلاكها هيكون عامل ازاي، يعني السنسور دي يعني الماشين دي المفروض ان هي تشتغل مثلا بتطلع عندي منتج معين، فانا هشوف هي سرعتها عامله ازاي، حصل في تآكل مثلا في جزء معين فيها، فانا هبدا ان انا اشوف السنسور تبدا تقول لي حصل تآكل في النقطه المعينه ديت، انت ابدا تتصرف او هنحلها بالطريقه الفلانيه. عندي مثلا النويز لما بيحصل مثلا احتفالات في منطقه معينه
وفي بيوت سكنيه حوالين المنطقه ديت، فتبدا ان هي تقيس معدل النويز اللي حاصل. لو النويز الضوضاء دي زادت لدرجه معينه، فتبدا ان هي تبلغ عن ان في ازعاج صوتي. باركينج سبيسز بيبقى في عماله الاناره مثلا او في الشوارع، بيبقى في سنسور علشان يحدد مكان الباركينج، ان الباركينج ده فاضي، فنبدا ان انا اروح اركن من عربيتي هناك، او ان في هنا او ان الشركه ديت مثلا الباركينج اللي قدامها ده كان مستغل للشركه ديت بالنهار، بس بالليل بس بعد دوام العمل بيبدا ان هم يستغلوا الباركينج ده لناس تانية او لعامه الشعب التانيين اللي هم مش موظفين في المكان ده. فده مثلا باركينج سبيسز. ويقول لي مثلا اذا كان باركينج سبيسز ده فري ولا مش فري. عندي البابليك لايتنج، ان انا مثلا عندي في الـ في الـ في الـ في البابليك ارياز مثلا، لو انا عندي لايتنج فالاضاءه بتاعتي فتبدا ان هي تستشعر حركه ناس، فتبدا ان هي تقيد لما الناس تعدي تبدا ان هي تطفي. الريفرز يبقى عندي سنسور مثلا في الانهار علشان خاطر تقيس معايا مدى تلوث المياه، لان تلوث المياه بيحتاج ان تدخل بشري، فالمفروض يعني طرق معينه وحاجات معينه المفروض الاشخاص هم اللي يعملوها، فبس ده بياخد وقت. فانا مثلا ممكن اعمل السنسور ان هو يبدا ان هو يحدد لي التلوث اللي في المياه بسرعه. الرودز الطرق، سنسورز مثلا الطرق يقول لي كثافه الطريق ده عاليه او كثافه الطريق ده كبيره، فانت لا ما تاخدش الطريق ده، خد طريق تاني. زي مثلا نبدا نشوف مثلا جوجل بيعمل معانا كده. الستورج التخزين والستورج انكومباتيبلتي، ان مثلا انا عندي تخزين في منتجات معينه هبدا ان انا اخزنها، فاخزنها بطريقه ازاي؟ طب المنتج ده ما ينفعش ان هو يتخزن مع المنتج ده، فابدا ان انا افصل المنتجات عن بعضها، يعني ابدا ان انا اتعامل مع المنتجات. الويست، ان النفايات، ان انا يبقى عندي في الباسكت نفسها بتاعت القمامه، السله نفسها بتاعت القمامه اللي موجوده في الشارع، يبقى عندي سنسور يقول لي امتى يقول لي لما الصندوق يتملى قمامه، فيبدا ان هو يقول لي يبعت انذار للشركه ويقول لها ان خلاص الصندوق ده اتملى، فتبدا عربيه ان هي تروح للصندوق ده علشان خاطر تفضيه. دي كلها سنسورز اقدر ان انا استخدمها عندي في السمارت سيتي. في سنسور كمان اللي هو بتاع الووتر، ان هو يقول لي لو حصل تسرب في الميه او معدل ضغط الميه، معدل استهلاك الميه عامل ازاي مثلا بالنهار مقارنه بمعدل استهلاك الميه اللي تقريبا شبه منعدم بالليل، فيبدا يقيس عندي مثلا لو حصل تسرب في الميه او معدل استهلاك الميه عامل ازاي عندي. بقى يبقى انا كده شفت سنسورز كتيره بستخدمها بتربط معايا السيتي ببعضها ك انترنت اوف ثينجز ك اي او تي. السنسورز دي بقى بطبقها معايا في مجالات كتيره موجوده معايا في المدينه. فهيبقى عندي مثلا سمارت موبيليتي، زي قلنا مثلا اشارات مرور، تحكم في اشارات مرور او عربيات ذاتيه القياده، او العربيه ان هي تبدا تسوق مع نفسها، يعني تبدا ذاتيه القياده، او ان هي تبقى عارفه مسارها فتبدا ان هي تمشي في مسارها. عندي السمارت ايديوكيشن، ازاي ان انا هستخدم السنسورز ديت معايا في الايديوكيشن في التعليم، زي مثلا البورتس، السمارت بورتس تبقى مدرسه موجوده عندي في الجامعات او اي استخدامات موجوده عندي في الايديوكيشن عامه. عندي السمارت ريتيل واللوجيستكس، زي مثلا ان انا لما اروح مثلا مول فابدا ان انا اشتري حاجه، فابدا او لبس مثلا، فابدا ان انا مجرد بس قدام مرايه ابدا ان انا المرايه دي فيها كاميرا او سنسور، فابدا ان انا اشوف اللبس ده عليا من غير ما انا مقيسه اساسا. السمارت انرجي والووتر، ازاي ان انا السنسورز دي بستخدمها ازاي في ان انا اوفر من الطاقه واوفر من استهلاك المياه، وازاي ان انا احسن جوده المياه واحسن جوده الطاقه اللي انا بستهلكها. السمارت جوفرمنت، ازاي ان انا بستخدم السنسورز معايا في السمارت جوفرمنت، يعني ازاي ان تبقى المدن اللي عندي، ازاي ان تبقى المؤسسات اللي عندي الحكوميه، ازاي ان انا اقدر ان انا ادخل يبقى فيها سمارت شويه في الاستخدام، او سمارت في ان انا عايزه اروح اخلص حاجه، فمش شرط ان انا عندي على اجراءات كتيره، يبقى عندي حاجه سمارت تختصر لي الاجراءات بتاعتي كلها. السمارت فاينانس، اداره الاموال الذكيه، ازاي ان انا ابدا ان انا اوفر المال بتاعي، سواء بقى من استرشاد طاقه او سواء ان انا بستغل الامكانيات والسنسورز بتاعتي في ان انا ازاي اوفر الاموال بتاعتي. السمارت هيلث،
في المستشفيات مثلا مع كبار السن مع الاسلتس احنا شفناها قبل كده السمارت توريزم والليجر، ازاي ان انا يبقى رايحه مكان سياحي متحف، ازاي ان انا يبقى عندي سنسور يبدا ان هو يرشدني في المكان، او مثلا ابلكيشن على الموبايل ابدا ان انا اشوف المكان ده عامل ازاي، يحكي لي قصه حياته كلام من ده. عندي السمارت بيلدينج وليفينج، ازاي ان انا بستخدم بقى السنسورز معايا في البيلدينج بتاعي في المبنى بتاعي وفي الـ في الـ في الـ في الـ في المبنى وفي البيت بتاعي، ازاي ان انا ببدا استخدمهم، ده لسه هنشوفه دلوقتي. هنا مثلا لما نيجي نشوفه عندي السمارت باركينج، هنا مثلا دي عبارة عن سنسورز موجودة في الأرض، فتبدأ إن هي تقول إن تبدأ إن هي تعمل إشارات للعربيات اللي موجودة حواليها، تبدأ تقول إن في هنا باركينج، فيبدأ لو في عربية عايزة تركن تبدأ إن هي تروح للمكان ده مباشرة وتركن فيه، ده في السمارت باركينج. في هنا ده اللي احنا قلنا اللي هو peer to peer ride services، اللي هو لو المثال اللي احنا قلنا عليه بتاع الشركة اللي عندها منتج اللي عندها قصدي باركينج بتاعها خاص بيها، بس بعد دوام العمل بتبدأ ان هي تديه للأشخاص العاديين هم يركنوا في عربياتهم. عندي ال personalized transport information في ال transport، ان انا ابدأ ان انا اشوف المسار بتاعي بتاع الرحلة ماشي ازاي، ابدأ ان انا لو انا مثلا رايحه طريق معين فابدا ان انا اشوف المسار بتاعي بتاع الرحله دي ماشي ازاي. عندي السمارت ترافيك كنترول، التحكم في الترافيك بتاعي، ان لو في ازدحام مرور فابدا ان انا اتحكم في اشارات المرور، ابدا ان انا اقترح طرق تانية مختصره على الناس بحيث ان انا اقلل من كثافه المرور في الطرق ديت. عندي الادابتيف كونكتد كارز، ان انا في الكارز مثلا حاجه ان الكار يبقى فيه سنسور ان هي تبدا تستشعر الحاجات الموجوده حواليها، فلو انا مثلا بخلص شغل معين فابدا ان انا اقول له، او مشغوله في حاجه معينه وانا سايقه العربيه فابدا ان انا اقول له انتبه للحاجه اللي حواليك، فابدا ان هو يبقى حاسس ان في هنا عمود اناره، في هنا عربيه جايه، فابدا ان هو يتلاشى الحاجات ديت، في طريق في تيرن جاي فابدا ان هو ينبهني ان في تيرن جاي، يبدا ان هو يعني سيلف درايف، يبدا ان هو يسوق لوحده العربيه ويوصلني المكان اللي انا عايزاه. الشورت سيلف درايفنج ده حاجة تبع ده عربية مثلا شركة جوجل عنها، بتقول مثلا أنا موجودة في مكان معين العربية دي موجودة في مكان تاني، ده أنا أدخل على الابليكيشن على الموبايل وأقول وأطلب أقول لها مثلا أن أنا موجودة في مكان فلاني وعايزة أروح في المكان فلاني، فالعربية مثلا تجي لي لغاية عندي لوحدها وابدا ان انا وتبدا ان هي توصلني المكان اللي انا عايزاه، او ان انا اروح لاقرب عربيه موجوده قدامي وابدا اركبها وهي توصلني المكان اللي انا عايزاه. برضو ممكن نستخدم هنا برضو استخدامات الدرونز، عشان ده شكل الدرون اللي هي الطيارة بتكون طيار، اللي هو بس ببدأ ان انا استخدمها ازاي في الريسك في المخاطر، ببدأ ان انا ممكن استخدمها كدليفري لتوصيل الطلبات اي حاجة انا عايزاها. هنا الداتا بيزد كرايم بريفنشن بروجرامز، ان انا يبقى عندي مثلا الكاميرات بتاعتي يبقى فيها عندي إدراك للوشوش الأشخاص اللي معديين قدامها، تبدأ تعرف إذا كان ده مجرم يبقى فيه هنا حاجة، فيه هنا احتمال حدوث جريمة، تبدأ تعرف لو انفعالات الشخص اللي قدامه إذا كان غاضب إذا كان عنيف إذا كان هادي، تبدأ إن هي تحدد انفعالات الأشخاص اللي قدامها مثلا، فتبدأ تحد من حدوث الجريمة. هنا الإمرجنسي والبريدكتيف والايدنتيفاينج جان شوتس في الطوارئ، بقى استخدامات السنسورز دي في الطوارئ، ازاي يبقى في ازاي ان مثلا تبدا ان هي تبلغ الشرطه عن حدوث حادثه او عن طلق ناري او عن ايه وليكن ايه. هنا مثلا لما نيجي نشوفه السمارت ستريت لايتنج، لو عمود اناره بس ممكن يبقى في امكانيات قد ايه، ممكن احط فيه امكانيات قد ايه عندي بعمود الإنارة الموجود في الشارع، فأنا ممكن مثلا يبقى عندي في اللمبة نفسها هي سمارت ليد، ممكن يبقى عندي في فوقيها ألواح طاقة شمسية بحيث إن هي ما تستهلكش طاقة من مصدر طاقة أنا بمدها بيه، لأ هي بتعمل طاقة بنفسها من الشمس. يبدأ يبقى في عندي سبيكر مثلا لإن هو يطلع صوت معين، صوت إنذار معين أو صوت موسيقى، تبدأ اللمبة نفسها مثلا تدي تنبيه ان في هنا بالإضاءة بتاعتها مثلا تغير لون الإضاءة بتاعتها لما يبقى في عربية إسعاف معدية او عربية مطافي، فيبدأ يبقى في سرعة استجابة للطوارئ.
يبدأ هنا مثلا أنا ممكن أركب فيها مثلا الـ image sensing إن هي تبدأ إن هي تلاحظ الأشخاص الماشيين حواليها وتبدأ إن هي اللي هو الـ face recognition. هنا مثلا ممكن أعمل فيها ممكن أخليها متصلة بالإنترنت بحيث إن أنا يبقى تبقى متواصلة مع باقي الأجهزة التانية اللي موجودة. أبدأ إن أنا أخلي فيها مثلا واي فاي موبايل. أبدأ إن أنا أعمل فيها إعلانات ضوئية أو مرئية اللي هي مثلا شاشة تبدأ إن هي تعرض لي إعلانات، فيعني عمود إنارة بس واحد في الشارع أقدر إن أنا أحط فيه سنسورز كتيرة بحيث إن هي تبدأ إن هي تتفاعل معايا مع باقي باقي العناصر التانية أو باقي الماشينز التانية اللي موجودة عندي أو باقي السنسورز التانية اللي موجودة عندي، وفي نفس الوقت تبدأ هي تبقى حاجة مميزة موجودة عندي في المدينة بتاعتي كاستخدام وكاستغلال. هنا مثلاً الـ Application of Smart Cities تطبيق المدن الذكية. عندي مثلاً عندي مثلاً الطاقة بتاعتي اللي أنا مثلاً ألواح الطاقة الشمسية اللي أنا بستغلها مثلاً في الشمس، باخد بيها طاقة من الشمس فأبدأ إن أنا أولد بيها طاقة، أبدأ إن أنا أعمل توزيع لل توزيع الطاقة المصادر الجديدة في استخدم مثلا السمارت جريد، استخدم السمارت ميترينج، ريسبونسيف ديفايسز، اجهزة ان هي تبدا ان هي تستجيب معايا او تتفاعل معايا مع بعضها، تبدا ان هي تحل مشاكل معينة او توفر لي امكانية معينة. عندي مثلا electric vehicle charging لو انا عندي مثلا في عربيات او دراجات، المفروض الدراجات ديت ان هي شغاله بالكهرباء مش شغاله بمصادر طاقه تانية، فابدا ازاي ان انا اطبق يعني اعمل تقنيات معينه بحيث ان انا استغل ابدا ان انا اسعى انشر امكانيات يبقى في عربيات او دراجات بتتعامل بطاقه نظيفه مش طاقه غير متجدده. عندي مثلا في المياه ازاي مثلا ان انا اقيس التلوث بتاع المياه، ازاي ان انا اقيس يبقى في عندي انذارات لو في فيضان هيحصل، فابدا ان انا اعمل اخلاء للمدينه او اخلاء للمناطق اللي هيبقى فيها ضرر. يبقى عندي ابدا ان انا استخدم السنسورز اللي عندي في المجالين بتوع المياه مثلا والطاقه، ان انا ابدا ان انا استغل امكانيات المياه واستغل امكانيات الطاقه. ماشي. عندنا الـ Smart City Examples. برشلونة Smart City في 2015. برشلونة Smart City كان في 2015 برشلونة مدينة برشلونة كـ Smart City. ليه؟ علشان خاطر هي حققت Smart Living بنسبة 48%، يعني بقى في نسبة المعيشة بتاعتها بقت محسنة بنسبة 48%. الجوفرمنت وظفت السنسورز ووظفت السمارت ماشينز والسمارت تكنولوجي عندها في المدينة ازاي، فبدأت ان هي تحسن ازاي من المعيشة بتاعتها، بدأت ان هي توظفه ازاي في الشؤون الإدارية او الحكومية بتاعتها، في الموبيليتي، في العربيات او الدراجات او وليكن في السمارت بيبل نفسهم، بدا ازاي ان هي تعمل السمارت ايكونومي، بدا ان بيبقى في اقتصاد بقى ذكي، بدا السمارت انفايرمنت، بدات ازاي ان هي بقت سمارت انفايرمنت، بدات ازاي البيئه بقت او الطبيعه بقت ذكيه ازاي، وبدا الناس ان هي تتفاعل ازاي مع الطبيعه الموجوده حواليهم. فده مثلا كان في برشلونه. عندي هنا مثلا هنا برضو ده برضو تبع برشلونة زي برضو نفس الفكرة. هنا بقى في السمارت هوم، هنا بقى هندخل على السمارت هوم، بس قبل ما ندخل على السمارت هوم في حاجة بس ثانية. في هنا فيديو معانا عن دبي كسمارت سيتي.
ثانية بس علشان الجهاز بتاعي بيهنج شوية. هنا مدينة دبي هي الأولى على مستوى العالم كسمارت سيتي. هنا مثلا لما نيجي نشوفه هو بيبدأ يعرض ايه اللي بيخلي المدينة ذكية، اذا كان عدد السنسورز اللي بتستخدم في المدينة او حجم الداتا اللي بتبدأ ان هي تتجمع من السنسورز دي عشان خاطر تربط الحاجة ببعضها، او التكنولوجيا اللي بتستخدم تبقى عاملة ازاي. ده بيبدأ ان هما بالسنسورز دي وباستخدام السنسورز دي بيبدأ ان هو يقيس مدى سعادة الناس، مدى رفاهيتهم. ازاي ان كل حاجه بتبدا بحقق ازاي البروتكت السيف، ازاي ان الناس تبدا ان هي تتفاعل مع بعضها، ازاي الماشينز او السنسورز دي بتبدا ازاي ان هي تحقق لي الرفاهيه بتاعتي، وازاي ان انا ببدا زي ما طبقناه في كل الامثله اللي فاتت، سمارت ايكونومي، سمارت جوفرمنت، سمارت سكول او سمارت اديوكيشن في الهوم، ازاي ان هو يبقى سمارت. لسه هناخد الهوم دي، لسه هنشوفها دلوقتي. سمارت رودز، الكلام ده كله، المرافق بتاعتي في المدينة ازاي ان هي تبقى سمارت. هنا مثلا سمارت كارز، ازاي ان هي تبقى كارز ذكية في المدينة بتاعتي، وازاي ان انا اقدر ان انا اوصل من مكان لمكان في المدينة عادي بكل سهولة. ال urban areas اللي هي ال natural environment، ازاي ان انا ابدأ اوسع ال environment بتاعتي في المدينة بتاعتي، ما يبقاش فيه أعمل مناطق خضراء كتير والناس تبدأ الناس تستغلها ازاي. هو بيتكلم ان كل الكلام ده هنبدأ ان احنا نحققه ازاي في المدينة بالداتا اللي احنا نبدأ ان احنا نجمعها من السنسورز. واحنا ازاي هنبدأ ان احنا نبدأ ان احنا نركز على ايه بالظبط في المدينة، ونبدأ ان احنا نستخدم السنسورز دي في البداية في اي مجالات. هنا في الـ education، في الـ measure، فاحنا ازاي نبدأ ان احنا نستخدم الـ sensors اللي عندنا ان احنا نحقق حياة ومستوى رفاهية ومستوى سعادة عالي للأشخاص، علشان خاطر اذا كانوا هم يعني اذا كان انت عايش في مكان فتبقى عايش سعيد مستريح، فاحنا ازاي نبدأ ان احنا نحقق رفاهية والسعادة. ماشي، لان كمان في عندي اهداف للمدينة، مدينة دبي المفروض ان هي تحققها في 2050. ده تبع الرؤية بتاعتها ان هي تخلي عدد المدن بتاعتها كتير، المدن الذكية بتاعتها يعني تبقى اكتر، السمارت هومز تبقى اكتر، ان هي تحقق مستوى رفاهية اعلى. نيجي بقى نشوف السمارت هومز، البيت بقى نفسه، انا ازاي بعمل السمارت هوم، ازاي اخلي البيت بتاعي ذكي. طب انا استخدمت السنسورز بتاعتي في المدينة، طب انا في البيت هاجي هعمل هستخدم برضو السنسورز، بس السنسورز هتبقى ليها امكانيات تانية مختلفة. فيبقى عندي مثلا شباك بيفتح لما النهار يطلع، ستارة بتتحرك لما النهار يطلع، هيبقى عندي مثلا سنسور للغاز او للغازات، هيبقى عندي سنسور للدخان، هيبقى عندي كاميرا سنسورز، هيبقى عندي مثلا هيبقى عندي سنسورز كتيره جدا اقدر ان انا استخدمها. طب انا السنسورز دي هبدا ان انا استخدمها ازاي، او انا هتفاعل معاها ازاي، او هخليها اوظفها معايا ازاي. في طبعا الكلام ده يعني مش تخصص المفروض ان احنا كمهندسين معماريين المفروض ان احنا نعرف بس الامكانيات دي، بس التعمق في الامكانيات دي اكتر بيبقى تخصص كمبيوتر ساينس او اي تي، اللي هو بيبدا ان هو يبقى عارف امكانيات كل حاجه بالظبط وعيوبها ومميزاتها، بيبدا ان هو يعرف يتعمق اكتر في التوصيلات، يتعمق اكتر في ازاي طريقه الاستغلال. بس احنا مثلا هنيجي نتعرف على السنسورز الموجوده وازاي ان هي طريقه استخدامها، يعني ازاي احنا بنستخدمها او هي تقريبا طريقه استخدامها ازاي. هنيجي مثلا نشوف السمارت هوم، هنلاقي مثلا السمارت هوم بيتكون من كذا حاجة، بيتكون من نتورك اللي هو
من سنسورز. السنسورز مترابطه مع بعضها، متواصله مع بعضها كلها، ماشي بنتورك معينه بطريقه معينه، بنتورك او بـ بـ او بـ بجهاز معين، بديفايس معين. عندي ديفايسز تانية بقى اللي بتبدا ان هي تربط معايا السنسورز ببعض، وعندي الكنترولينج سيستمز اللي هي الانظمه اللي انا ببدا ان انا اتحكم فيها. يعني انا بيبقى عندي سنسورز، بيبقى عندي الاجهزه اللي بتربط السنسورز ببعضها، وبيبقى عندي الـ الطريقه او الكيفيه ان انا اتحكم، ادي امر للسنسور ده ان هو يعمل حاجه معينه. يعني مثلا يبقى معايا ابلكيشن على الموبايل، فانا ابدا ان انا ادي لللمبه امر اوردر ان هي تقيد او تطفي. فده اللي هو ده ثلاث مكونات اللي عندي، اللي موجوده عندي في السمارت هوم: السنسور والديفايس او زي ما نقوله الريسيفر اللي بيبدا ان هو يستلم الاشاره ويبدا ان هو يديها للسنسور، والابلكيشن تاني مثلا اللي عندي على الموبايل اللي هو بيبدا ان انا اديله الامر او اطلع اعمل فيه الامر، فيبدا ان هو يبعته للريسيفر، والريسيفر يبدا ان هو يبعته للسنسور. طيب انا عندي سنسورز كتير موجوده عندي في السمارت هوم. عندي مثلا ويربل سنسور اللي هي مثلا زي سنسور بيكلبس، زي مثلا ساعه اقدر ان انا البسها فقيس فيها وظائف الجسم حالها عامله ازاي، ضغط الدم مثلا، اقيس مقدار التنفس، نسبه الاكسجين في الدم عامله ازاي. فدي مثلا اجهزه انا ببقى لابساها فهي تبدا ان هي تقيس عندي. في عندي مثلا سمبل بينري سنسورز، سنسور ثاني بيبقى بيشوف الحركه بتاعت المستخدم في الفراغ عامله ازاي، اذا كان واقف او اذا كان قاعد، من خلال بينري سيستم اللي هو واحد وصفر نظام بينري. عندي الراديو فريكوانسي، الراديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن، هي سنسورز بتبدا ان هي تشتغل على الترددات بتاعت الراديو، تردد معين بس شبه ترددات الراديو، فتبدا ان هي برضو تعمل تشوف الموجود في المكان حركته عامل ازاي واستخدامه المكان عامل ازاي، بس من خلال ترددات الراديوية. عندي فيديو كاميرا، دي مثلا الكاميرا اللي انا حطاها فيبقى فيها السنسور ان هي تشوف الموجود في المكان ماشي فين ورايح فين، هيستخدم المكان ازاي، لو اي حاجه غلط حصلت في المكان فتبدا ان هي تدي انذار، تدي تنبيه. عندي الانفراريد سنسور اللي هي سنسورز موجوده في المكان بس بتعمل اشعه الانفراريد، فتبدا ان هي تستشعر المكان. برضو الناس اللي بتستخدم فيه، دي انواع مختلفه للسنسورز طريقه استخدامها، بس كلهم بيقدوا لي نفس الفكره ان انا عايز اعرف المستخدم اللي في المكان هيستخدم المكان ازاي، هيحصل ايه في المكان، فلو حاجه حصلت غلط فابدا ان انا ادي انذار او ادي تنبيه. ماشي. عندي الابلكيشن بقى، الابلكيشن اوف سمارت هوم المفروض ان هي تبقى معتمده على اللي احنا قلناه، ان انا يبقى عندي ابلكيشن، ان انا يبقى عندي الاول البرسبشن، السنسورز او الكنترولرز او الفيديو سنسورز، السنسورز اللي هتبدا ان هي تستشعر الحاجه اللي موجوده عندي، فده اول حاجه موجوده عندي. بعدين نتورك، الشبكه اللي انا هبدا ان انا اربط بيها السنسورز ببعض علشان خاطر يبداوا ان هم يتفاعلوا مع بعض، اذا كان واي فاي، اذا كان بلوتوث، اذا كان اي نتورك ثانيه لسه هنشوف. السوفت وير اللي انا ببدا ان انا استخدمها علشان خاطر ادي امر اللي انا هبدا استخدمها ان هي كتبقى ريسيفر عندي ما بين السنسور ما بين المستخدم، اللي هو الفريم، اللي هو الويب سيرفيسز بلاتفورم مثلا، زي مثلا موقع مثلا ويب، موقع على النت انا عامله مثلا ان انا لما اعمل ابلكيشن على الموبايل ان انا او ادي ابلكيشن بالموبايل او امر صوتي، فيبدا ان هو يبقى فيه ده، يبقى الريسيفر بتاعي اللي هيتوصل بالبلوتوث بالسنسور. عندي الابلكيشن بقى انا بستخدم بقى الكلام ده بطبقه ازاي، بطبقه مثلا عندي في السكيورتي، بطبقه عندي في كميديكال، بطبقه عندي في ريكوجنيشنال سيرفيسز، بطبقه عندي مثلا في الـ سيرف، وطبعا عندي باكتر من طريقه. عندي هنا الكومبوننتس اوف سمارت هوم ممكن تتقسم لاكتر من تصنيف، او ممكن تتصنف لاكتر من تصنيف. المكونات بتاعه المبنى الذكي بتاعي او البيت الذكي بتاعي ممكن تتصنف لاكتر من تصنيف. عندي السنسورز،
المستشعرات بتاعتي، عندي الكنترول ديفايسز الأجهزة التحكم بقى اللي ببدأ إن أنا أتحكم فيها مع مع السنسور، عندي الكنترولرز كنترول ديفايسز زي مثلا أبليكيشن على الموبايل أو موقع نت أو أمر صوتي أنا بديهوله، ده الكنترول ديفايسز. الكنترولرز بقى المتحكمات زي المتحكمات زي مثلا بيبقى فيه مثلا عندي لوحة تحكم كبيرة كده زي لوحة التحكم بتاعت العدادات اللي بتبقى موجودة مثلا عندي في البيت بتاعي، بس هي لوحة تحكم كبيرة خاصة بالكنترولز بالسنسورز الموجودة عندي كلها، أو زي مثلا التابلت بتاعي اللي بيبقى موجود اللي ببدأ إن أنا أتحكم منه في البيت بحاله، أو زي مثلا اللي هي أليكزا أو بتاعت جوجل اللي هي بتبدأ إن هي تدي أدلها أوامر صوتية فتبدأ إن هي تتحكم في كل الحاجات اللي موجودة في البيت. عندي هنا الـ Input والـ Output Devices الأجهزة اللي هي الـ Receivers اللي بتبدأ إن هي تاخد مستقبلات، تبدأ إن هي تستقبل الأوامر وتبدأ إن هي تديها للـ Sensors. عندي الـ System Network نظام الاتصال ما بين ده ما بين الشبكات ما بين الأجهزة وبعضها اللي هو الواي فاي مثلا أو البلوتوث. عندي كمان من التصنيفات أو من المكونات الكمبيوتر بروجرامينج والبروجرامينج لوجيك كنترول اللي هي البرمجة بتاعت الكمبيوتر أو البرمجة بتاعت الأجهزة بتتبرمج إزاي، الأبليكيشن انترفيس اللي هو الواجهة بقى بتاعت المستخدم أو الواجهة الابليكيشن تبقى عاملة ازاي، طريقة التفاعل بتاعتها سهلة أو بسيطة. عندي السمارت هوم انفيرمنت بقى اهو حطيناها اللي هي devices الأدوات اللي احنا ال devices الأدوات اللي احنا أو sensors اللي احنا بنستخدمها وال devices، وهنا دي ال intelligent controls اللي هي controllers المتحكمات بتاعتي تبقى اللي هي يعني أنا زي ما قلنا قبل كده devices الـ sensors و controller اللي هو المتحكم بتاع الـ sensor والـ systems الأنظمة اللي أنا ببدأ أتحكم فيها، يعني أنا عندي sensor بوظفه وبعدين الـ sensors ده بتحكم معاه إزاي، فيبقى في عندي controller بيبدأ إن هو أديله الأمر يتحكم في الـ sensor والـ operating system اللي هي الواجهات الـ applications اللي أنا ببدأ أتفاعل فيه. عندي هنا بقى زي ما قلنا اللي هي طريقة اتصال تواصل الأجهزة بعضها بتبقى عاملة ازاي، في عندي أكتر من طريقة، في عندي مثلا بلوتوث بس البلوتوث ده بيبقى وايرلس يعني اللي احنا عارفينه الطبيعي العادي بتاعنا ان انا اربط الأجهزة ببعضها بالبلوتوث، بس البلوتوث ده طبعا بتبقى المدى بتاعه قصير. عندي مثلا واي فاي ان انا اقدر ان انا اعمل شبكة ما بينهم ما بين بعض زي الواي فاي او ان انا اوصلهم شبكة انترنت بالواي فاي. عندي في حاجة تانية اسمها زيجبي ده برضو وايرلس سيستم. عندي مثلا في حاجة اسمها GSM ده GSM ده اللي هو بتبقى برضو نظام تواصل بس من خلال الهواتف الخلوية اللي هي زي إشارة الموبايل كده، يعني من خلال اللي هو الأبراج بتاعة الموبايل. عندي مثلا الـ RFID برضو دي برضو بتستخدم حاجة بتبقى برضو وايرلس برضو بتربط ما بين الأجهزة وبعضها. عندي لان اللي هي WLAN برضو دي بتبقى برضو وايرلس بس بتبقى مداها محدود. في عندي انستيون، في عندي اكستن، في زد ويف. كل الحاجات دي هي بتعمل نفس الفكرة ان هي بتربط السنسورز بعضها، بس كل واحد ليه مدى، كل واحد ليه امكانيات معينه، كل واحد ليه مميزات، كل واحد ليه عيوب. الكلام ده طبعا موجود بس الكلام ده طبعا يعني اللي يفهم فيه اكتر واللي يبقى متعمق فيه اكتر اللي هو بتاع كمبيوتر ساينس، الناس تخصص كمبيوتر ساينس والاي تي. فاحنا بس الفكره في ان انا ساعه لما اجي اركب بس الجهاز ابقى عارف ان الجهاز ده علشان خاطر يتواصل مع بعضه فهو في طرق او في امكانيات او برامج ان هو يتواصل بيها مع بعضها ازاي بالسنسورز. فابدا ان انا ابقى فاهم بس ان في عندي برامج وفي عندي امكانيات ان انا اقدر ان انا اخلي السنسورز تتواصل مع بعضها. في عندي كنترولرز بقى الكنترولرز
الكنترولرز عندي مثلا برضو في كنترولرز كتير زي مثلا امازون اليكزا او جوجل. في عندي مثلا حاجات تانية اسمها تبع شركات تانية كتير زي كي ان اكس، زي اوبن هاب، زي هوم سير، زي سامسونج سمارت ثينكس، زي وينك، ابل هوم كيت، بلانكن، ويمو. دي برضو كنترولرز ببدأ ان انا اتحكم فيها، اذا كان تحكم صوتي او اذا كان هي تعمل كريسيفر ان هي تستقبل معلومات مني وتبدأ ان هي ترسلها للسنسور. كل واحد برضو ليه امكانيات وكل واحد ليه المزايا بتاعته والعيوب بتاعته وقدرته. عندي هنا الابليكيشن بتاعت السمارت هومز بقى، انا اقدر بقى ان انا اوظف السنسورز دي ازاي. انا عندي مثلا الروبوتس، روبوتس مثلا اقدر ان انا استخدمها في السمارت هوم. انا بس مش بستخدم سنسورز، انا بستخدم، انا ممكن كمان استخدم روبوتس. فالروبوتس دي بستخدمها ازاي في السمارت هوم؟ عندي مثلا نوعين من الروبوتس، نوع ان انا اقدر استخدمه جوه المنزل ونوع ان انا اقدر استخدمه بره المنزل. فالنوع بتاع الروبوت اللي انا استخدمه جوه المنزل مثلا ممكن يبقى الروبوت عبارة عن مكنسة تكنس لي الارض، اول يعني فيها سنسور، اول ما تلاقي ان في حاجة في الارض متوسخة فتبدأ ان هي تكنسها. عندي مثلا سنسور ان هو يبقى ياخد باله مثلا من الحيوانات الاليفه، او ياخد باله من الاطفال، او ياخد باله من يبقى مرافق للاطفال او الحيوانات الاليفه او مثلا كبار السن. سنسورز روبوتس كده ده جوه البيت. مثلا في طبعا تطبيقات كتيره للسنسورز اللي جوه البيت زي مثلا السمارت كيتشن. عندي هنا سوري الروبوتس. ممكن يبقى عندي برضو في السمارت كيتشن يبقى عندي فيه برضو روبوت يبدأ ان هو يحضر لي القهوة كالماشين، الكافي ماشين ممكن تبقى نفسها بتحضر القهوة من نفسها. او ممكن يبقى عندي روبوت تاني يبدأ ان هو يحضر الاكل نفسه، ارم روبوت يبدأ ان هو يحضر الاكل نفسه. ممكن مثلا في تطبيقات كتيرة جدا للروبوتس. في عندي بقى الروبوتس اللي بتستخدم برا البيت. عندي مثلا روبوت ان هو ينظف حمام السباحة، روبوت ان هو ينظف الواجهة بتاعتي، الازاز بتاع الواجهة بتاعي، روبوت تاني ان هو يعمل مثلا يبدأ روبوت احنا قلنا ينظف حمام السباحة، ينظف الواجهة. في روبوت ممكن يعمل يجز العشب بتاعي اللي قدام البيت، يقلم العشب بتاعي. ففي استخدامات كتير للروبوتس اذا كان جوه البيت او برا البيت. عندي مثلا في السمارت كيتشن كمان غير الروبوتس في عندي سنسورز كتير اقدر ان انا استخدمها في السمارت كيتشن، زي مثلا ان يبقى في التلاجة تبقى سمارت ان هي تبدا ان هي تحدد لي ايه اللي ناقص في التلاجة، فابدا ان انا في الماركت اطلب من الماركت ان هو يعمل ديليفري للمنتجات ديت. يبقى عندي مثلا الماشينز نفسها الموجودة ممكن تبقى سمارت، زي مثلا البوتاجاز، زي التلاجة، زي قطعة ان انا احط عليها منتج فتبدأ ان هي، او تيبل ان انا احط عليها منتج فتبدأ ان هي تشوف المنتج ده خواصه ايه وتبدأ ان هي تحدد لي انا هعمل فيه ايه او هتصرف في المنتج ده ازاي، وابدأ ان انا اطبخه ازاي، اعمله ازاي، ولا يكون ايه الكلام ده. عندي مثلا عندي من التطبيقات التانية الـ indoor positioning systems، ان انا لو انا عندي ان انا اعرف مكان الاشخاص اللي موجودين في البيت، لو شخص، لو طفل مثلا صغير فنبدا ان انا احدد الطفل ده موجود فين في البيت، لو راح في مكان خطر فيبدا ان هو يديني انذار. عندي الـ voice control devices دي اللي احنا قلنا عليها زي امازون اليكزا او جوجل. عندي الـ air quality control ان انا ابدا ان انا اشوف مستوى الرطوبه، درجه الحراره، الهواء اللي جوه البيت نقي ولا لا، فابدا ان انا اتحكم في الهواء اللي موجود جوه ودرجه الحراره. عندي الـ occupancy aware control system ان لما يبقى في الفراغ بتاعي ابدا ان انا اشوف في حد دخله ولا محدش دخله، لما حد يدخله فيبقى في سنسور مثلا يقيد النور، يطفي النور، يشغل موسيقى، يفتح ستاير، كلام من ده. عندي lighting control system أو ده التحكم في الإضاءة، زي ما قلنا زي ما قايلين ال HVAC اللي هو ال heat ventilation وال air conditioning، التحكم في درجة الحرارة والتهوية وال condition بتاع ال air. عندي كمان ال leak detection اللي هو لما يبقى فيه تسرب غاز أو تسرب مية فيبدأ إن هو يديني إنذار. عندي ده العناية الـ pet and baby care، زي ما قلنا دلوقتي الروبوت أو السنسور اللي يبدأ ان هو يعتني بالطفل، يبدأ ان هو زي كاميرا مثلا ان انا احطها تراقب الطفل،
ال elderly care إن هو مثلاً رعاية بكبار السن، إن يبقى كبار السن لو في واحد كبير سن قاعد في البيت فبقى إن أنا أحط حواليه sensors كتير تتراقب حركته، تتراقب صحته وكلام من يعني كل الكلام ده. عندي control with smart grid إن أنا إزاي إن أنا أبدأ أربط بقى ال sensors كلها ببعض، وإزاي إن أنا أبدأ أعمل شبكة ما بينهم وما بين بعض كلهم يتحكموا في البيت وأبدأ إن أنا أتحكم في البيت كله. عندي هنا الابليكيشن ده روبوتس زي ما لسه قايلين في الـ في البول كلينرز اللي بينظف حمام السباحه، بينظف في الازاز، بياخد باله من الاطفال، بيكنس الارض. عندي الروبوت بقى ممكن كمان يبقى فيه روبوتس عشان خاطر سكيورتي للبيت، ممكن يبقى فيه روبوتس تنظيم الملابس او للحيوانات الاليفه. ده كده كان السمارت هوم، يعني السمارت هوم انا بستخدم والسمارت سيتي، يعني بمعنى ان انا السمارت سيتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن سنسورز وابدا ان انا استخدمها واوظفها في اماكن معينه عشان خاطر تزيد من جوده الحياه، مش بس بوظفها في اماكن مثلا اماكن عمل ك government او ك education، لان ممكن اوظفها كمان في البيت بتاعي او في المبنى بتاعي او في الفندق بتاعي، مستشفى، كل الوظائف الموجوده عندي. فابدا ان انا اوظف السنسورز وابدا ان انا اعمل ارفع من مستوى الحياه او من مستوى المعيشه، فيبدا يبقى في جوده عاليه في الحياه في اذا كان في البيت، في البيت بس كنفسه كبيت او كمدينه. وابدا ازاي ان انا استخدم الروبوتس عندي موجوده، ابدا ازاي ان انا استخدم الروبوتس في المدينه عندي، وابدا ان انا ازاي استخدم الروبوتس عندي في البيت. يعني ازاي ان انا ابدا اخطط المدينه وابدا ان انا اخطط البيت بتاعي بحيث ان انا اخد بالي استغل كل الامكانيات الموجوده عندي بتاعه التقدم التكنولوجي او التكنولوجيا الحديثه او الاي اي. ازاي ان انا ابدا ان انا استغل التكنولوجيا دي كلها عشان أحقق أقصى رفاهية أو أقصى جودة حياة ممكنة. فده كان الفكرة بتاعتنا في السمارت هوم والسمارت سيتي. أما بالنسبة للسمارت ده بالنسبة اللي هو للسمارت هوم والسمارت سيتي، أما بقى السمارت هوم فكرة كمان فيه إن أنا إزاي أخد ازاي ان انا احقق اكتر راحه ممكنه في البيت بتاعي، بحيث ان انا بس مش بستخدم المدينه، مش بخلي المدينه سمارت بس، لا انا بخلي كمان البيوت سمارت، فاللي يبقى اللي يقعد في البيت يبقى مرتاح، واللي يبقى مستخدم في المدينه او وظايف المدينه او امكانيات المدينه يبقى مرتاح ويبقى قادر ان هو يستخدم كل امكانيات التكنولوجيا. ده بالنسبه للمحاضره بتاعتنا النهارده. وفي البدايه وفي النهايه انا باخد كل الكلام ده في اعتبار في التصميم لما يجي ان انا اصمم بيت وعايز ان انا اعمله ذكي، فابدا ان انا اخد بالي من كل الافكار دي وابدا ازاي ان انا اعرف اطبقها ازاي معايا في البيت، او لما اجي اعمل بلاننج المدينه وابدا ان انا اربط الكلام ده كله ببعض، وابدا ان انا استخدم الاي اي معايا، وابدا ان انا استخدم التكنولوجي معايا ازاي في المدينه، وابدا ان انا اوظفها صح. فده كان الهدف من محاضره النهارده، ده كان نهايه المحاضره، وشكرا جدا انكم سمعتوني، ويا رب تكون المحاضره كانت مفيده، ويا رب تكون وصلت المعلومه اللي انا كنت عايزه اوصلها. جزاكم الله كل خير باشمهندسه، الله يكرمك. انا عندي بس سؤال قبل ما ندخل في الاسئله، هل ممكن نحول مدينه قائمه بالفعل ومدينه مثلا زي القاهره او اسكندريه لمدينه ذكيه، ولا لازم تكون مدينه اصلا لسه تتبني؟ هو المفروض لو هي المدينه لسه هتتبني هيبقى طبعا يعني افضل واسهل، بس لو هي مدينه لسه، لو هي مدينه قائمه بالفعل، فانا ممكن احولها لسمارت سيتي فعلا، بس طبعا مش هيبقى نفس سرعه ان انا اعملها كمدينه لسه بتنشا. يعني كمدينه لسه بتنشا بيبقى اسهل وبيبقى اسرع، بس لما مدينه قائمه انا اقدر ان انا احولها، اقدر ان انا احاول ان انا اتحكم في البيوت والمباني، بس طبعا هيبقى فيه تكلفه شويه. فبس تقدر عادي، نقدر عادي ان احنا نحولها نخليها سمارت سيتي، ان احنا نستخدم كل امكانيات التكنولوجيا الحديثه، يعني اقدر ان انا استخدم درونز، اقدر اللي هي الطيارات بدون طيار، اقدر ان انا استخدم اخلي الشارع بتاعي نفسه سمارت من خلال بقى اناره مثلا او باركينج، يعني اقدر ان انا اوظف السنسورز بتاعتنا كلها احطها في المدينه عادي،
بس طبعا هتاخد وقت وهيبقى فيه تكلفة مش هتبقى زي تكلفة المدينة اللي لسه بتنشأ، بس ممكن. تمام. طيب في حد عنده أسئلة؟ طيب هل في أي مدينة ذكية ممكن نتكلم عنها في المنطقة بتاعتنا في البلاد العربية؟ في دبي كسمارت سيتي، هي المدينة رقم واحد في كسمارت سيتي في العالم، فاحنا نقدر ان احنا نشوف الامكانيات المعمولة في دبي، وهي فيها حاجات كتيرة اتعملت فعلا، زي مثلا العربيات اللي هي درايفرلس اللي بتبدأ ان هي تمشي لوحدها، او مثلا في باصز مثلا موجوده فيها، فالباص مثلا نفس فكره الروبوت اللي بيتحرك على لاين او مسار معين، فالباص بيبدا ان هو يتحرك برضه على مسار معين. في عندي مثلا ضابط شرطه روبوت، في عندي اشارات مرور بيبدا ان هو يتحكم فيها سنسورز برضه. ففي دبي هي فعلا متحقق فيها امكانيات كتير جدا كسمارت سيتي، وهي المدينه معتبره كالمدينه رقم واحد كسمارت سيتي، فممكن ندرس كويس قوي الامكانيات الموجوده ونطبقها في دبي، ونبدأ ان احنا نتعمق اكتر في الموضوع من خلال ان احنا نتعرف على التطبيقات الموجودة دي. هو تقريبا في مصر بدأ كذا مدينة ذكية، بس لسه في برسوش اللي هي العاصمة الإدارية نقدر نقول العالمية. هي بدأوا ان هم يعملوها فيها كمدينة ذكية، بس طبعا لسه ما خلصتوش، لسه ما فيش داتا كافية ان احنا نقدر نعرف ايه فعلا التكنولوجيا اللي اتطبقت فيها، ونبدأ ان احنا ندرسها صح بإذن الله، لان هو ترتيبنا على مستوى العالم في المدن الذكية للأسف منخفض، على حتى مستوى افريقيا، في جنوب افريقيا عاملة شغل حلو يعني وبلاد كتيرة جدا. ما هو الفكرة في ان انا بيبقى عندي بتبقى فيه تكنولوجيا موجوده، بس انا علشان خاطر ابدا ان انا استغلها وابدا ان انا اطبقها، فده بيحتاج مني وقت، بيحتاج مني خبره ان يبقى في عندي ناس عارفه الكلام ده وازاي هتقدر ان هي تطبقه، بيحتاج مني كمان التكلفه الميزانيه اللي انا احطها للكلام ده. فلما بنيجي نبص مثلا لتطويرات كتيره بتبدا ان هي تحصل دلوقتي، ومشاريع كتيره ان هي بتبدا تحصل دلوقتي، فيبقى بيبدا يبقى في اولويات. انا عندي ايه الاولويه الاول، ان انا اطور طرق، ولا ان انا اعمل مدينه ذكيه، ان انا ابني مدن جديده استوعب فيها كثافه سكانيه، ولا ان انا اعمل مدن ذكيه. فبيبقى عندي برضو حاجات متحكمه عندي في الموضوع اكتر من ان انا بس يبقى الهدف بتاعي ان انا اعمل مدينه ذكيه. فانا لازم برضو في حاجه في مستويات تانية لازم ان انا احققها الاول قبل ما اعمل مدينه ذكيه على طول. معنى كده ان المدينه الذكيه مكلفه؟ مش مكلفة، بس هي طبعا يعني لما نيجي نبص لها في البداية انا هدفع فلوس، انا هكلف، بس في نفس الوقت العائد بتاعها هيبقى كبير قوي عندي. يعني انا مثلا في البداية هحط سنسورز عشان خاطر المية وترشيد الطاقة والكلام ده كله، بس لما هيجي بقى هكلفهم في البداية، بس لما هيجي ابص على العائد بتاعهم، لان انا عندي نسبة استهلاك الطاقة قل، لان انا عندي الطاقة اللي انا بستخدمها هولد طاقة جديدة ونظيفة، هيبدأ ان انا عندي في حاجات امكانيات كتير بتبدأ ان هي تطلع قدامي تعوض عندي التكلفة اللي انا حطيتها. يعني هي العملية بتبدأ ان هي توازن بعض في البداية بقى. هو يعتبر زي استثمار مثلا. ايوه زي استثمار. انا بكلم ما تزعل ما تزعل مقاطعة حضرتك، تفضل. لا لا انا العفو تم استضافة. هي فعلا زي استثمار، انا ببدا ان انا استثمر احط فلوس في البدايه، بس العائد بتاعها بيبقى مضمون وطالع الناتج بتاعه في النهايه عالي، وانا ببقى عارف ان انا بستثمر في البدايه في مكان صح، مكان هيطلع ناتج وعائد مضمون. جزاكم الله خير. في اي حد عنده اي اسئله بخصوص المحاضره؟ في حد بيسال عن مجالات زي الصيانه، ايه الامثله اللي ممكن نستخدمها؟ صيانه في عندي مثلا صيانه ماشينز، او عندي مثلا سنسورز بتاعه الميه او الغاز، ان انا اقدر ان انا اعمل صيانه، احط سنسورز تشوف مثلا ان الميه المواسير بتاعه الميه قربت ان هي تتهالك، فلا انا عايز اعمل صيانه، ده اذا كان على مستوى المدينه او اذا كان على مستوى البيت. فيبقى في عندي صيانه للمرافق بتاعتي مثلا، اذا كانت ميه اذا كان غاز،
يبقى عندي صيانة مثلاً للماشينز اللي أنا بستخدمها، عربيات، أعمدة إنارة، أقدر إن أنا سنسورز وأحطها تبدأ إن هي تقولي على حالة الحاجة اللي أنا بستخدمها، وإذا كانت متهالكة فأبدأ إن أنا أعمل لها صيانة، وتقولي أعمل هتبدأ تعمل لها صيانة في الجزء المعين ده أو لأ. أنا قررت يعني. تمام حضرتك. الله يجزاكم الله كل خير. الله يكرمك يا باشمهندس. ان شاء الله المحاضره اللي جايه هتبقى عن ايه؟ عن الماتيريال، السمارت ماتيريال وال 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 الاي اي، الماتيريال المستخدمه معايا في الاي اي والسمارت ماتيريال ان شاء الله. تمام ما شاء الله، جزاكم الله خير. ان شاء الله هنبقى محاضره مشوقه باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. جزاكم الله خير. شكرا لحضرتك يا باشمهندس.